بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا باشمهندس؟ سؤال بيتسأل كتير، برميل البوتومين اللي على البارد بيفرد قد ايه او بيدهن قد ايه عزل؟ طيب برميل البوتومين يا باشمهندسين بيفرد من 50 ل 70 متر مسطح عزل، وشين وليس وش واحد. برميل البوتومين بيفرد كمتر مسطح يا باشمهندسين 200 اسف من 50 ل 70 متر مسطح وشين. طيب ده هتفيدني في ايه؟ هتفيد حضرتك لما بيكون عندك مثلا حاجه قواعد عايز تعزلها، فحضرتك بتبقى حاسب مسطح العزل بتاعك، العزل اللي على البارد بيساوي مثلا 300 متر مسطح مثلا بالرقابي بكله بالصيت الردم كله. طيب حضرتك بقى بناء عليه بتشوف او بتروح تحسب حضرتك محتاج كام برميل عزل، وبناء عليه بتروح تجيبه. تمام، لازم الحسابات دي تبقى محسوبه بالظبط. طيب وفي حاجه تاني، انت لو انت بتستلم الشغل طبعا بتبقى عارف كام برميل عندك. طيب هتعرف اذا كان الصنايعي بيغشك ولا لا، لان معظم الا ما رحم ربي، انا بقول الا ما رحم ربي عشان الناس ما تزعلش، معظم صنايعية العزل مش كويسين. اول حاجه بيبقى واخدها منى واجره، هو مش عايز يشتري الا برميل عزل واحد او برميلين يغطي بيهم الموقع كله، فيروح يعمل ايه؟ يجيب اكسيد اسود ويروح يجيب ميه، وكل ربع برميل يزوده تلات ارباع ميه ويحط شويه اكسيد اسود عشان حضرتك تبقى شايف العزل بعينيه. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده ازاي تكتشف الحركه دي، ازاي تكتشف الغش بعد العزل ما يخلص وهو عزل خلاص، ازاي تكتشف قبل ما يعزل اصلا وتعرف اذا كانت الماده دي مضروبه ولا لا، اتكلمنا عنه فيديو قبل كده يا ريت الناس ترجع ليه. فبتكلم دلوقتي على حتة تانية، اللي هو حضرتك عارف براميل العزل اللي عندك قد ايه، او هو ورد قد ايه تشوفهم بعينيك، ودول هيفردوا قد ايه وشين. فدي كانت حلقة سريعة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.